هوية بريس. ففيما جاءنا هذا الأمر، هذا الأسلوب الأخير، الخطوة الأخيرة والمرحلة الأخيرة التي هي مرحلة صريحة وهي مرحلة الإلحاد، وأصبح بعض الناس يتحدث بذلك، بل أصبح بعض شبابنا يقول بذلك، وكثير من الشباب الذين قالوا بذلك عندنا. وأنا أرجو أن تتبعوا هذا الأمر، ما تأخذوش الأشياء بسهولة. كثير منهم انتحر، كثير منهم انتحروا في المغرب، انتحر أسماء معروفة لا أريد أن أذكرها حفظ الألقاب للعائلات الأسر، ولكن معروف بأن شخص هنا انتحر، وكل هؤلاء انتحروا لأنهم فقدوا معنى وجودهم لما جعلوا هذا الوجود فراغا خاليا من الإله. هذا الإلحاد الآن هو نظرية أو أي شيء؟ هو مشروع فكري أو أي شيء يمكننا نتعامل معه؟ هو أولا ليس شيئا، هو ليس شيئا. هؤلاء دائما يختفون، هذه وراء ماذا؟ وراء إبراز والإعلاء من بعض الوجوه الثقافية التي اشتهرت عند الغربيين بالإلحاد. هناك وجوه طبعا في الغرب هذا كان موجودا، أن يقول الفيلسوف أنه لا يؤمن، هو ملحد. فلذلك نحن نعلم أبناءنا نيتش. من تلامذتنا لا يعرف نيتش، لا يعرف من فلسفته ولا من حياته ولا من أي شيء، إلا أنه قال إن الإله مات وشبع موتا. وهذا نيتش في حد ذاته، أنا أرجوكم قرأوه، يجب أن تقرأوا حياة نيتش. حياتنا نيتش حياة لا تصلح للقدوة أبدا. نيتش رجل عاش في ظروف معينة، تقلب في أوضاع متعددة، حرم من الأسرة الأبوية، عاش مع مجموعة من النساء، وعزل مرات متعددة، وأصيب بمرض، هو 1844 وتوفي 1900، أصيب بمرض عضال، وفي 44 من عمره كان قد أجريت عليه بحوث لعقله، وكان عولج بالكهرباء بالصعقة الكهربائية، ثم قيل له بأنه هو مريض مرضا عقليا، وفعلا أدخل المستشفى العقلي وكتب هذا الهوس الموجود. هناك عباقرة فعلا الذين كتب عليهم بعض الناس عقل اسمهم عقلاء المجانين، مجانين ولكنهم في حالات من ولكنهم ليسوا أسوياء، وفي حياتهم لا ينظمون حياتهم، ولم يستطع أن يتزوج، عاش عالة على أمه ولا أخته. معروف. أنا أقول لجميع، هل ترضون أن تجعلوا نيتش إماما لكم وتريدون أن تحيوا حياته وتعيشوا معاناته؟ هو رجل كان مصابا بمرض عقلي، أصيب به جراء إصابته بفيروس جنسي، أصيب بالزهري، والذين يذكرون هذا في تاريخه مش المسلمين، هذا ما قال البخاري ولا مسلم، أصيب بالزهري وقد أخذه من بيت دعارة، اللي قال شي حاجة هذا خطأ يقولنا له احنا غلطنا. إذن أي قدوة تنصبنا لأبنائنا؟ وهؤلاء يكونون دائما فيهم هوس وفيهم اضطراب، فحينما تأخذ منهم فكرتهم حول الدين أن تعول على إنسان سليم، لا، حينما أقول لك محمد صلى الله عليه وسلم قدوة لن تجد فيه إلا الصفاء أو النصاعة أبدا. ماذا يقول لك؟ إن الإله مات وشبع. كاين بزاف ديال الشباب هنا عندنا في الجامعة، الإله مات مزيان، وقال هكذا كان يتكلم في كتابه، هكذا تكلم زرادشت، وذكر أن شيخا عجوزا جاء كان يدعو فنزل إليه زرادشت وقال الفارسي، وقال عجبا هذا الإنسان وهذا العجوز لا يدري أن الإله قد مات وماتت الآلهة. زين، الناس يعجبون هذا لأن كلمة صادمة صاخبة، مات الإله، معنى كي يقول إنسان مات الإله راه وصل قمة في تحدي المجتمع. زين، مات الإله، زين، الموت ضد ماذا؟ نقيض ماذا؟ نقيض الحياة، كان حيا ثم مات، وكأن يكون حيا معنى كان موجودا. هذه العبارة تثبت وجود الله. إذا قال مات خالك ومات عمك، ما يمكنش يكون خالك قاع ما موجود تقول لهم مات،
رأى 60-70 ومات. مات الإله بما كان حيا، هي عبارة إثبات وجود الله. نحن لا نتحدث عن الحياة، نتحدث عن صفة الوجود، فقد أثبتها نيتشه من حيث لا يدري. وكان هو يأخذ كلمة مماثلة من شوبنهاور يقول فيها إن الناس هم الذين صنعوا الآلهة إلههم. أنا أقولها لأنني هذا يروج، ربما لا يتحدث به في مثل هذه القاعات، ولكن هو إن الناس هم الذين صنعوا آلهتهم. زين صحيح، وجدنا الحل للإله. والإنسان شكون صنعه؟ إذا أجبتنا عن من صنع الإله، والإنسان الذي صنع الإله من صنعه؟ إذن لا زلت مطالبا بالإجابة بالإيمان بالإله الذي تريد أن تنفيه. وهكذا، فهذه كلها كلمات هي تلاعب بالألفاظ. وأريد أن أقول لكم، أنا أذكر لكم نموذج آخر الذي يتحدث، مثلا ألتيسير هذا الفيلسوف الفرنسي الكبير الذي كان فيلسوفا وأصيب في حملة عسكرية كان في فرنسا وأدخل السجن ومورس عليه عذاب كبير، ثم خرج ألتيسير خرج مجنونا وتزوج امرأة تكبره بثماني سنوات، وفيما كان هو معها عمد إلى خنقها قتلها. ألتيسير قتل زوجته خنقها، جميع الأوروبيين يعرفون هذا. وحينما عرض الأمر على الرئيس الفرنسي جيسكار ديست أعتقد، قالوا له ماذا نفعل؟ قال هذا عقل فرنسا، وعار على فرنسا أن تعتقل عقلها وفكرها. فدبروا له أن أدخلوه لمستشفى الأمراض العقلية، فبقي 1983 إلى 1983، 3 سنوات، ثم خرج وبقي مهمشا. إذن هذا أيضا تنصبه لنا على أساس أنه كان يقول بالإلحاد، هل هذا يصلح أن يكون أسوة لولدك؟ هل ترضى أن يكون هذا الذي قتل زوجته قدوة لولدك لشاب؟ أخير الأشخاص الذين تعرفون ويضج بهم الناس وهو هوبكنز، هذا ستيفن هوبكنز، هو إنجليزي وكان عبقريا فعلا في الفيزياء الفضائيات وكذا، ولكنه أنا أعتبر هوبكنز هو أقول لكم شيء يفيد، هو مثال في الصبر في التحدي. وعاش قريب 75 سنة ولكن كان معوقا من 12 سنة، هو أصيب بشلل ولم يستطع أن يتكلم، وكان يتحرك وكان يحاضر، وكانت له مواقف بعض المرات مع ضد احتلال العراق، وأشياء معروفة هذه في التاريخ، قرأوها في التاريخ. ولكنه قال إنه لا يعرف، لا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا يؤمن بالإله. الناس لا يعجبهم من هذا إلا هذا، لا يعجبهم منه جلده وصبره وتحديه، وهذا جميل لو أننا اقتدينا به، لكنهم لم يأخذوا منه، أخذوا منه أن هوبكنز قال بأن الإله غير موجود. هذا هو هؤلاء الذين نصبوا أعلاما. معنى هذا أننا لا نتحدث الآن عن تفكير، لا نتحدث عن تقليد، وأنتم منهجكم يقوم على الفكر والإعمال العقل، ولكن أن تدعلنون أن نقلد إما نيتش وإما ألتيسير وما هذا وأما غيرهم من، هل تكون دعوة راشدة هذه التي تعطل العقل وتقول الشاب عليك بتقليد هؤلاء وإن فعلوا ما فعلوا؟ ليست دعوة سليمة ولا راشدة.